استلمت من الوليد هذا. الله يسلمك. اول حاجه اللي استلمت من الوليد فرحت لي بزاف، اقسم بالله العلي العظيم جيت الاكادير وربي لي عالم بيا، حتى كان نفرح بهذا الخبر. انا اصلا كنت عارف اليوم غيخرج، لان اي خبر على المنولي كتوصلني. تخيل معايا المنولي كان في الحبس وكتوصلني الاخبار ديالو. يعني راه البارح لما عرفتو البارح كنت قلتها في واحد المنبر، كنت ديك الساعه كندولهم على ود البلان ديال الحكم ديال القيضه غيصه، وقلت لهم المنولي راه غادي يخرج غدا ان شاء الله على اليوم، والحمد لله راه خرج وفرحت لي بزاف. وديك السيد كيبقى خويا، مالك سلام. داك السيد كيبقى خويا كيف ما قلت لكم، واخا انا اصلا ما غنبقاش بزاف في المغرب، ان شاء الله غنمشي لطاليان وبزاف ديال الحوايج هادشي ما بغيتش نقوله، ولكن المنولي كيبقى واحد الصديق اللي عزيز عليا ديال بصح. انا ما كنلحش الكافة وما فياش الحس الكافة، هاد القضيه هو عارفها مزيان، واخا هو حاقد عليا في شي حوايج، وانا متاكد الا قلتهم غادي يقدرني وغادي يهضرني، لانني ما حضرتش الاستئناف. اول حاجه انا ملي ما حضرتش الاستئناف فراه كانت باقا لي شهرين ويخرج، ولكن شنو هو السبب اللي خلوني ما نحضرش؟ انا غادي نصرح وغادي نقول لك، يعني واخا هادشي انا عارف غادي تقلب عليا، انا ما بغيتش داك السيد يبقى واخد عليا الصوره اللي هي خايبه، بحكم انه عزيز عليا. اول حاجه انا دحاسي داعياني مطيح عليه التهمه اللي انا ما درتهاش، اللي هي التجاره في البشر. يمكن لكم تدخلوا اللايفات ديالو تسمعوا على ودنيكم، وداعيني عائله القيده غيثه، وداعياني القيده غيثه براس الله يطلق سراحه. والغريب في الامر هو انهم شادين نفس المحامي اللي شاد الطرف الثالث اللي كان معنا، اللي كنا مشدودين حنا كاملين. دونك الا حضرت انا الاستئناف فراه غلق داك المحامي اللي شادين العائله ديال القايده غيتو بزاف ديال الحوايج، والطرف الثالث داعيني انا بالتشهير واخا انا ما شهرتش به، وديك الساعه غتثبت عليا بزاف ديال الحوايج، واخا هاد الهضره هادي كاع ما كايناش. وانا دا حسيت درتها بالعاني، عارف الاستئناف ديالي امتى غادي يكون، مشات تسولات ودعتني في مكناس. اما باش يقول لا راه حضر الجلسه ديال القايده غيتو ما حضر، كاين فرق كبير. بقى في الحال دابا في الملولي فاش ما حضرتيش الجلسه ديالو، ما بغيتش نقول بزاف ديال الحوايج وفهمني عافاك. الجلسه ديال القايده غيتو اول حاجه، يعني انا مشيت مخبي ورجعت مخبي، حضرت المحكمه ولكن كمشاهد كمتفرج بحالي بحال الناس. يعني القاضي ما عيطش عليه وقال لي سميتك وكنيتك، وكان المحامي اللي شاد العائله ديال القايده غيتو اللي ضدي عادي كنشوف انا القايده غير في التلفازه. وثاني حاجه ملي خرجت من المكناس راه خرجت ومشيت لواحد الزنقه اللي هي ما عارفه حتى شي واحد، ودرت لي زانتيرفيو على خاطري. اما الا حضرت الاستئناف فراه غادي نتنمر بانني مشيت للاستئناف، هادشي في حاله الا ما تشديتش، راه الا خرجت غادي نلقى الحسابات تماك وغنصدق مادي راسي، بحكم ان السيد ولد مكناس راه عنده المعارف ديالو. انا ما كنتهم حتى شي واحد، ولكن انا غير كندير اتونسيون، يعني اي هضره كنقول راه قانونيه. لهذا الملولي الله يجازيك بخير، راه كان بقى لك غير شهرين باش تخرج، مازال كان عندك شي حكم اللي هو طويل او شي حكم اللي هو كبير، انت عارف نقدر نضحي بحياتي ونضحي براسي باش نحضر. وثاني حاجه انا كاع حضرت راه ما غيتغير والو، راه سولت محامين وسولت جمعويين، سولت ناس يعني كيعرفوا القانون ديال بصح. نزار ديال شحال هادي ماشي هو نزار بعد ما خرج من الحبس، ولا عنده معارف بزاف ديال الامور. يعني نزار تغير واحد النسبه ديال 85 درجه. نتمنى الملولي يكبر عقلو وما يحقدش عليه، لانني انا الوحيد اللي ما نغدروش، وراه هو عارف بلا ما نحاول نبرر ليه راسي، لانني الا قلت هاد الحوايج بحال نتوما كنبغي نبين لكم بانني انا انسان مزيان. الا كان الملولي عارف فراه هادشي اللي كاين. الله يطلق سراحك الملولي، وراه خاصك تعرف فضر كيفاش غنهضر مع التليفونات ديالو، راه يكون باقي في المحجوز. راه 4 شهور وانا كندوي عليك لدرجه الناس اش ما كيقولوا عليا، راه بينك وبين الملولي شي حاجه، نحشم نقول هاد الهضره هادي. كيقولوا لي كتجبد الملولي اكثر ما كتجبد اللي خلقك. تخيل معايا اصلا هادشي راه غتشوفها في السوشيال ميديا. يعني انا هضرت عليك بالزوين والهضره اللي راك انت عارف وانا عارف، راه كلشي قلت الحمد لله وقلت غير اللي كاين وهادشي اللي كاين. والله يطلق سراحك الملولي، واحسن خبر سمعت هو انك ملي خرجتي، هذا هو الخبر اللي فرحني. لانك راك خرجتي وراك شتي لقيتيني عندي مشاكل والسيده مشدوده ليا تماك في الحبس وبزاف ديال الحوايج، وربي لي عالم بيا. يعني انا راه طيح في واحد الموقف اللي علاش غادي نقول لك لا يحمد عقباه، وانا ما كنتشكى على حتى شي واحد. انا بغيتك تعرف الملولي اشنو كندوز انايا، وسير شوف دابا عائلتك وسير شوف والديك وسير شوف الحريه ديالك، فهمتيني؟ لان هذه فرحه انا حسيت بها ملي خرجت، وهادشي اللي كاين وفرحت لك من قلبي. واش غادي تمشي تشوفو ان شاء الله؟ الا جابت الظروف علاش لا،
انا قبل ما نخوي المغرب ضروري غادي نشوفه. بغاني نشوفه راه ما عنديش مشكل. منو اللي هو الوحيد اللي ما غاديش ندير عليه ديك النفس وديك عزه نفس، لان انا بحكم كنت من لي فانز ديالو انايا. اصلا شكون اللي نساني في المشكل ديال ملولي؟ واخا راه ما قال والو يخرج، هو المشكل ديال القيده غيتها، لان واقف مع ديك السيده مع ديك البوفري مسكينه غتبقى تماك في الحبس، فهمني؟ يعني ما بقي ملي شت انا بقات لك شهرين وتخرج راه صافي مزيان. ملي سولتيني هذا السؤال لان الموضوع الاساسي والموضوع المهم هو الموضوع ديال القيده غيتها. دابا مطيحين لي بزاف ديال الاشاعات اللي انا غادي نقولهم. اما هما هو انني انا داير ايد مع السعودي باش يدعي القايده غيتها، انا حرشت السعودي باش يدعي القايده غيتها. فهاد الاتهامات الخطيره انا غادي نشرحها لكم. اول حاجه الشكايه امتى كانت عندها؟ كانت عندها نهار 28 شهر واحد، يعني قبل انا ما ندخل الحبس انا والملولي، فهمني؟ يعني كي غادي ندير لها انايا؟ واش انا غادي نرجع بالزمن اللور وغادي نتلاقى مع هذا السعودي اللي يلاه يلاه كنا عرفناه انا وقايده غيتا ونقول ليه سير دعي القايده غيتا باش في المستقبل تعاود تشد؟ فين هو المنطقه اخوتي؟ والاستاذ السناوي المحامي ديال غيتا مع كل تحياتي ليه راه خرج قال في واحد المنبر قال بان الشكايه اللي عليها راه قدم من الشكايه ديال رضا ولد الشينويه. اذا في هذه الحاله هذه انا بريء من هذه الهضره ديال انا اتفقت انا والسعودي باش يدعي القايده غيتا. ثاني حاجه الناس قالوا عاوتاني انا اتفقت انا والسعودي باش نتبزنس، فهمتيني؟ باش ناخذ الفلوس. الله ينعس الشيطان المغاربه، نتوما عارفين اخر همي هو الفلوس وما كنتحاسبش. وكنت كنتحاسب كون والي فين تلقاوني وصلت وباقي حد الان. كنت كنتحاسب وكنصب بزاف ما عرفت اشنو تلقاو عندي. ولكن الحمد لله القايده غيتها عارفه اشنو كاين بلا ما نبرر ليكم. واش انا الا بغيت نبزنس واش غادي نطلب واحد المبلغ ديال 170 مليون؟ القايده غيتها عندها 170 مليون مسكينه، الطوموبيل غير كاريه، البارطمان تاهي غير كاريه، تاهي مقاتله مع الوقت مقاتله مع الزمان كيف ما كنقولوا حنايا. تما القايده غيتها عندها الفلوس باش يكونوا فاهمين. القايده غيتها واحد الانسان اللي ما عندهاش وما خاصهاش، عايشه وما عايشاش، مره عندها مره ما عندهاش. وانا غنطلب لها ثمن ديال 170 مليون. والسعودي مالو مخصوص غادي يطلب ثمن ديال 170 مليون؟ السعودي راه عاوتاني انا متاكد غادي نبدا نهضر عليه بالزوين، اش غادي يخرج يقولوا؟ راه السيد دار ايد مع السعودي، راه اللي باغي يحسب راه يعتبر انا السعودي الوسيله الوحيده باش غتقدر تخرج ديك السيله. وزيد على ذلك السعودي ما ظلم حتى شي واحد باش يكونوا فاهمين. وانا ما كنقولش القايده غير دارت، انا دابا نهضر لكم على السعودي ما ظلم حتى شي واحد. السيد لا علاقة لي بالسوشيال ميديا، السيد عنده المشاريع ديالو، السيد كبير من هذا العالم اللي حنا فيه. السيد ما عنده حتى شي علاقة بهذا العالم اللي حنا فيه، حيت الأكثرية ديال الناس اللي جالسين كيدويو هما كيتخيلوا السعودي واش كيطلع في اللايفات ولا كيبدا، يعني بنادم عقله محدود، بنادم من كثرة ما عشش في السوشيال ميديا، كيهضر على بنادم على أساس راه تا هو كيتعاطو حتى. والله ينعس الشيطان، حنا دابا جالسين كنطلبوا في السعودي وجالسين كنرغبوا فيه باش يصيفط التنازل باش يخرجوا ديك السيده. انتما كتضربوا ليا كلشي في الزيرو لدرجه تيتا من الناس اللي قرابين ليا راه ما باغيش يطلبوا هذا السعودي هذا. انا اللي جالس كنطلبوا كنرغب، انا اللي جالس كنبكي عليه، انا اللي جالس كندوز ليه، وتا من والدي انا كندوز لهم السعودي. وتخيلوا معايا تما هاد القايده غيتها هذه واش اختي ولا امي؟ علاش بنادم ما كيشوفهاش في هذا المنظور؟ دابا انا الوحيد اللي واقف مع ديك السيده، بنادم كيشوفني بنادم قلب عليا كلشي، كيشوفني كانني انا هو اللي حطمت ديك السيده، انا هو اللي دمرت ديك السيده. راه هاد الهضره هادي راه ما كايناش اخوتي. واش ما كايناش الموت؟ راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. وانا عارف هادشي غير امتحان، الله سبحانه وتعالى كيبغيني معايا، الله ديما ناصرني. الحمد لله انا بوحدو جالس كنتقاتل مع قبيله انايا، قبيله مطيحه عليا الاتهامات الخطيره. والناس الاعداء ديالي عاوتاني ملي غنقول هاد الاعداء ديالي ويقولوا لي تمالك انت صانع علينا الدواء ديال كورونا، ديما كيلقاو منين يشدوني. هاد الاعداء ديالي شدوني من اليد اللي ضراني اللي هي القايده غيتا، شدوني من هاد اليد وكيحاولوا يكذبوا بزاف ديال الاكاذيب باش يردوني خايب قدام الناس. هاد الناس شنو درت لهم؟ شنو درت لهم اخويا مولاي العربي؟ شنو غادير دابا انا هاد الناس هادو؟ شوف انا هضرت مع ناس، الناس اللي كنعرف انايا، الناس اللي مهمين، الا قلت مهمين انا قلت بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، ولكن من وراء هذه الكلمه هذه شي حاجه اللي هي كثيره وما غادي يتدخلوا. زيد على ذلك القانون اللي دار السي عبد اللطيف الحموشي، اي واحد دار شي حاجه ولا هضر بالخيبه عليا ولا وسخ صورتي
والحاله النفسيه ديالي مدمره. عمل الحاله ديالي وتوريكم شو الهضره كيفاش كتخرج. الهضره كنخرجها غير بزز، كنخاف لنتمتم في الهضره، كنحاول الهضره ديالي نخرجها بكل طلاقه. دابا نختصر لكم، بلا سمحوا لي عطيني دقيقه. اول حاجه، نهار تشدات القيده غيتها، انا كان لا علم ما عرف والو، كنا متفقين ان تمشي لمكناس باش تجمع شي اوراق. انا جيت لاكادير باش نجمع شي اوراق، ما غاديش نقول ديال اش هاد الوراق، اللي باغي يفهم يفهم، اللي ما باغيش يفهم شغلو هذاك. واحد شويه حتى كنتظلم بان القيده غيتها تعتقلات. ديك الساعه انا كنقلب شكون هذا اللي كيفاش تعتقلات، علاش تعتقلات. انا كان كيتسحب لي واش المشكل ديال الرضا والتشينوي، عاوتاني بان شي حاجه اخرى. حتى كنجي كنقلب كنلقى دخلات بسبب سعودي، كنقلب شكون هاد السعودي، شكون هاد السعودي اللي يكون داعي. ويطيح لي واحد في بالي، واحد السعودي اللي كنا كنعرفوه انا والقيده غيتها من مده طويله. قلبت على النمره ديالو بحكم النمره ديالو بقات في التليفون اللي كان في المحكمه دابا، اللي كان في المحجوز، حتى مشي انا والمحامي ديالي نجيبو، لان ما بقيتش تواصلت مع المحامي في ديك البيريود، عفوا ما بقيتش تواصلت انا والسعودي في ديك البيريود. صافي حتى لقيت النمره ديالو، هي فاش دخلت عنده قلت ليه الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير كيصوني ليا المحامي حتى علاش تلفت، الله يجازيك بخير السعودي تنازل، الله يرحم لك بها الوالدين. السيده يلاه خرجه من الحبس، السيده راه ما تقدش على الحبس وخرجت محطمه وربي اللي عالم بها. قال لي انا ما فراسي والو، قلت لي كيفاش ما فراسك والو؟ قال لي انا ما فراسي والو، واش تعتقلات ولا ما تعتقلاتش؟ انا الشكايه درتها نهار 28 في شهر واحد، حتى شي واحد ما قال لي القيده غير تعتقلات. انا عد بالي ان هادشي اللي درت داروه خوته وداروا الناس القرابين ليا، لانه هما اللي كيهمهم الامر اكثر مني انا. حتى كنشوف راسي انا اللي درت شي حوايج اللي ما داروش هما، مع كل تحياتي لهم مع كل احتراماتي لهم. قال لي صافي انا غنشوف شنو كاين. صافي في الاول هضر، راه السعودي راه عنده العائله ديالو والزوجه ديالو مغربيه والزوجه ديالو راه عندها عائلته حتى في المغرب. غير الراي ديالو قال لي نزار سمح لي، قال لي انا ما نقدش، قال لي ما نقدش، قال لي المهم انا نقول لك بلسانه، هو السيده دارت ودارت ودارت والشرف ديالي طاح والشرف ديالي تهان وانا ماشي ديال هذا العالم ديالكم هكا. قال لي غير سمح لي نزار اعذرني، انا بغيت نربي السيده. فضر شهر وانا جالس كنبكي عليه، وانا جالس كنطلب فيه، وانا جالس كنرغب فيه، انا ما كرهش الا سالي لي زانتيرفو. انا نقدر نقنع الوالده ديالي اللي ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء، دابا يقولي لي ولد امه وانا متاكد هي غادي تقول لكم كيفاش عانيت. يعني كنطلع في ستوري، حيت في ديك البيريود ملي شدت غير جات واحد البلجيكيه صديقه ديالي، من بعد جات واحد الطاليانيه اللي باغا تزوج بيا، غادي نعاود نقولها لكم. ديما خرج في ستوريات الزاهي الحمد لله بخير ولا خير، ما بقيتش دويت على القيده غيتها باش نتفادى من ديك المشكل ديال بغيت نطلع فوق الموجه ديالها. السيده انا لي شهرها واحد شويه باغي نطلع فوق الموجه ديالها، ماشي مشكل. ولكن مع الليل كنصون لي السعودي وكنبكي عليه الدم العار العار. خويا السعودي ندير معاك اي حاجه، ندير معاك اي حاجه بغيتي، نسني معاك عقد اي حاجه. قال لي السعودي ما تسني معايا، ما تسني معاك. قال لي انا ما باغي لا فلوس لا حتى شي حاجه، قال لي انا بغيت ناخذ الثار ديالي كما قال لي هو. قال لي الله يرحم لك بها الوالدين السعودي، ما نقدرش نسميك احتراماتي لي السيد لا علاقتي لي بالسوشيال ميديا. قلت ليه تنازل على السيده، صيفط لي التنازل. من بعد معاناه لي كبيره في الظرف ديال شهر بالحساب قرر انه يتنازل. ولكن التنازل ما كانش باغي يصيفطوا لي انا، قال لي عندي شي شروط هو انها تسني التزام. هو كان باغي غير الالتزام بوحده، ما كانوش دوك جوج الشروط اللي اصرا هما ساهلين، كان باغي التزام بوحده. قال لي ما قدش نصيفط لك التنازل ثاني يا زهر. قلت ليه علاش؟ قال لي تقدر تشوف القيده غيتها وتنساني وتفر فيا، فهمتيني؟ تبقى فيك القيده غيتها وتفر فيا. قال لي انا غادي نشوف كيفاش ندير. قلت ليه، قلت ليه حبس حبس حبس. قلت لي ماشي مشكل. قلت لي انا كنعرف محامي اللي هو المحامي ديالي الاستاذ فيصل من هيئه الرباط، عطيه التنازل فراه هو غادي يمشي برجليه غيدخل لتولال عند القيده غيتها وغادي 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 يشرط على ان تسني التزام مقابل انه يتصيفط التنازل. قلت لي موافق. قلت لي المحامي راه ما غاديش يكذب، المحامي طب موكلو نتايا، الا دار شي حاجه خارج هذا الاطار تقدر تتابعه. صافي وافق، عرفت بالاستاذ فيصل من هيئه الرباط، هضر هو وياه، صيفط لي التنازل بالبي دي اف مكاشي دار القنصليه. المهم داكشي ديال القانون ما كنفهمش. انا طلبت السعودي قلت لي شوف عطيني غير النسخه ديال داك التنازل نديرو غير في ستوري،
باش نسكت الهضره ديال الناس ديك القيل والقال ما تبقاش. قال لي موافق. تنازل مسح فيه شي اسماء صيفط لي مكتوبه فيه التنازل فيه سميتي بحال هكذا كنعاود نقولها فيه الاسم ديالي. ولكن ما فيش واحد الحاجه اللي بنادم بدا كيهضر اشنو هي هاد الحاجه. هاد الحاجه هي اش كيسموها عاوني مولاي العربي بالله اللي كيد انجليزي ياك راه ديك ديك كيد انجليزي راه كاين في البي دي اف البي دي اف اللي كاين عند المحامي راه ماشي عندي انايا. انا وريتكم غير نسخه عاديه باش نسكت القيل والقال. بنادم دابا بعض الناس باغيين يديروا فيها مطورين خارجين كيقولوا لا راه ما انجليزيش راه ما مشاش القنصليه. القوم الذكي انا اقول لكم القوم الذكي انا وريتكم غير تنازل عادي ها ورقة عادية باش عرف بان التنازل كاين. اما البي اما ديك دقيليزا وديك داك الشيء ما كنفهمش داك الشيء كاين عند المحامي. تخيل معايا الليله اللي بين داك التنازل درت اكبر غلط اللي ندمت عليه ديال بصح. خرجوا دوك الدباب الالكتروني دوك العيالات ديال التيك توك اش بداو كيقولوا بداو كيضربوا فيها نزار كي دار ليها ما بغاونيش انا نخرج القايده غير من الحبس. يعني نزار القايده غير خاصها تبقى في الحبس غير نزار ما يخرجهاش يخرجها شي واحد اخر نزار ما يخرجهاش. وكيطيحوا عليه بزاف ديال الباطل. نزار باغي يبان بطال نزار باغي يدير انا بنت بطال. ومن بعد ياك القايده غير تخرج من الحبس حنا كنتمنى القايده غير ما يهمكمش راسي انا ندير البوز بالقايده غير ولا بلا القايده غير لا نزار ما خاصوش يبان بطال. خرج واحد العور قاس كيقول بانه مكناسي بزاف عليه مكناسه شرفاء وانا ندوس الحبس ديال مكناس. قاس كيقول وكل اللي كيقول عاوتاني التنازل جابوا بباط المناجر. يعني واحد الانسان كيدير اللايف غير في الياجور ما عنده مستوى ثقافي ما قاري ما كيعرف يحلل وطالع كيقول التنازل جابوا بباط المناجر. والحاجه باش بغيت نخسر الهضره ولكن ما نقدرش. الحاجه باش كحلوها ديال بصح وانا طالع كيقول التنازل مزور تنازل مزور راه باقي اللايف. دخلوا الباج الرسميه ديالي بلا ما نسميها دخلوا غتشوفوا باقي اللايف كاع اي دلائل كنحطهم تماك. وطال باقي طويله خلينا انسالي وطالع وحده عاوتاني كتقول هو السعودي بداو كيهضروا على الدوز السعودي هو السعودي كوكان هادي يصيفط التنازل من الاول علاش دابا عاد صيفطوا هي في السعودي حقد فهمتيني. قال لي نزار في الاول كان كيسحب لهم ان هذوك صحابي. قال لي شو صحابك اشنو كيقولوا بحكم انك كنطلع معاهم واحد الوقيته. صون المحامي اللي كان مكلو قال لي لغي داك التنازل. والمحامي اش غادي يدير لي خاطري انايا لغي داك التنازل صافي. المحامي كيتبع الهضره ديال الموكيل ديالو ما بقاش تنازل. هي فاش خرجوا عاوتاني كيهضروا قالوا وفين الكذاب فين هو التنازل فين هذيك. دابا هذه هضره غير زايده خاويا نضر لكم في الموضوع والموضوع المهم. الله يرحم لكم بها الوالدين. انا هضرت مع السعودي قلت لي شوف كتعرفني انايا والد نخلي والد مع كل تحياتي لهم خوتها ما تواصلوش معاك حتى شي واحد ما تواصل معاك. انا الضراب ديال رجليك هضرت مع بهذه الطريقه هذه صيفط لي التنازل. اش قال لي السعودي قال لي عطي 3 ديال الشروط حتى داك 170 مليون. قال لي راه ما قال لي ما على بالوش فهمتيني البلان ديال 170 مليون انا ما كنتش عارف حتى هو قال ما يعني هو ما عنده حتى شي علاقه هو مغني على هذا الشيء فهمتيني. قال لي شوف غادي نحيدو كل شيء لدرجتي. شنو قال لي السعودي قال لي انا ما غاديش نطالب بالتعويضات ديالي انا ما غاديش نطالب بالتكاليف ديالي لانه خسر اكثر من 20 مليون في التكاليف ديال طلع وهبط. قالها لي بحال هكذا قال لي عندي 3 ديال الشروط اشنو هما تسني التزام تحيد ما عرفتش فيديوهات وتعتذر. 3 ديال الشروط اللي هما ساهلين المقابل انه غادي يصيفط لي التنازل وانا غادي انا غادي ندير في الاستئناف وغتخرج. الغريب في الامر هو ان خوتي داير لي العصا في الرويضه مع كل تحياتي لكم غير دعوني لانني انا داير غير الخير ما ربح والو من هادشي ما كنصور والو عندي انايا. واش انا صعيب عليا ندير لايف ونشوف 10 كاينه ونبقى نهضر هادشي كنصورو عندكم. يعني هادو هما 3 ديال الشروط اللي هما ساهلين ولكن ديري العصا في الرويضه كي غادي ندير كي غادي ندير. كاين اللي كيقول غير خليها تدوز ديك 4 شهور خليها ما نحزرو حتى شي واحد. هذيك النفس الحاره راه ما غاديش نديرها على القايده غيت هذيك راه اختكم راه انايا القايده غيت اللي غير صديقه ديالي. نهار تشدات الشده الاولى طحيت عليها ركابيه وبست موت رايضه ولد الشينوي رجليها لدرجه القايده غيتو ما عجبهاش الحال ملي خرجت لقيت انا وياوي بغيتو لا كرتو ضربوا راسكم مع الحيط. ما دويتش على العائله ديال القايده غيت دويت على دوك البياضق اللي كيطلعوا كيقولوا انت راه ما عمرك تلاقى مع القايده غيتها
فهمتيني؟ قالت لي علاش وبخاتني علاش تنحى على ركبيك وتبوس موت رايضة والشينوية رجليها. ولكن قلت لها قيدة غيتي ما سمحتش لها خاطري، انا عندي عزة نفس، اكبر عزة نفس هي اللي عندي انا، اكبر متكبر هو اللي عندي، هذا ديفو عندي. ولكن جاتني في اليد الضارة عندي القيدة غيتا، عارفك ما تحبش. انا كنطالب من الخوت ديال القيدة غيتا، الله يرحم ليكم بها الوالدين. انا راه سعودي، انا ما عنديش ماشي علاقة اللي هي قوية، انا بحالي بحالكم، فهمتيني؟ بحالي بحالكم، الله يرحم ليكم بها الوالدين. وافقوا على ثلاثة ديال الشروط لان القضية غتكبر. انا كنعاود شوف كيف ما كنت كنقول القيدة غيتا واحد الوقيته، ما ديريش ما ديريش ما ديريش، راه هي عارفة وانا عارف، حتى جابتها في راسها. حتى دابا كنقولها لكم راه غادي يبانوا بزاف ديال الحوايج. الله يرحم ليكم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم. بغيت غير شي وحده تواصل معايا باش نقدر نفهمها، باش نقدر نوضح ليها. شي واحد من العائله ديال القيده غيتا، انا ماشي كنقول لكم تواصلوا معايا، انا بنادم طالع ليا في راسي انا، غير تواصل معايا باش نفهمكم بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الامور، بزاف ديال الامور اللي ما نقدش نقولهم انا هنايا. القيده غيتا يقدروا يزيدوها في الاستئناف، انا كنتحمل على مسؤوليتي. سير دعوني قولوا لي زار اشد الباطل كيطيح علينا، يقدروا يزيدوها في الاستئناف. ما نقدرش نقول شي حاجه انا هنايا، فهموني. شي واحد يكون ولد عمت القايده غيتها ولا ولد خالت القايده غيتها، المهم شي واحد من العائله اللي هي بعيده غير صيفطوا لي شي واحد، انا غادي نقول ليه اشنو يمكن يطرى واشنو يمكن يطرى. ما بغيتش انا شي واحد يبغي يدير فيها نفس الحاره يقول وغير خليها دير وغير. حقاش نهار الجلسه الاخيره ديالها خوتي ما هضروش مع المحامي، حتى انا قلت واقيلا صافي راه غتخرج بما قضى، ملي هما تايقين في الرئيس راه غتخرج بما قضى. الغد اللي كنتصدم عطاوها 4 شهور، ودابا غادي نبقى بحال هكا. دابا ديك الثقه الزايده حتى يزيدوها في الاستئناف، فهمني؟ راه كاينين بزاف ديال الدلائل. الله يرحم ليكم بها الوالدين. انا كنطالب الام ديال القايده غيتا، امه القايده غيتا، مابقات لا 170 مليون والو. انا قلعت، انا كندير الحوايج اللي ما كيديروهاش خوتها. نورمالمون هادشي اللي كندير خوتي اللي خاصهم يديروها. السعودي كيقول لي انت اش من علاقه عندك بها؟ خوتي هما كيجيش يطلبوني عليها وانت قلت كتطلبني عليها. وافقوا على ثلاثه ديال الشروط، وافقوا. راه السعودي عنده شي دلائل، عنده شي دلائل. الله يرحم لكم بها الوالدين. انا كنهضر بهذا الحرق، هادشي علاش كنبان كنهضر بحال هكذا. راه عنده شي دلائل اللي غادي يقدر القايده غير تتغرق. الله يرحم لكم بها الوالدين. قولوا لي دير ايد مع السعودي، قولوا لي باغي نخلعكم، قولوا لي هادي. انا ما كيهمنيش هضر ديال البشر. الله يرحم لكم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير. وافقوا على ثلاثه ديال الشروط، وافقوا على ثلاثه ديال الشروط. عباد الله، عباد الله، والله يرحم لكم بها الوالدين. وافقوا على ثلاثه ديال الشروط. راه الا داروا ثلاثه ديال الشروط فراه القايده غيتا غتخرج في الاستئناف، غتخرج في الاستئناف. راه انا اللي شاد السعودي مسايس معاه، انا اللي شاد. راه كاينين شي دلائل اللي ما نقدرش نقولهم. الله يرحم لكم بها الوالدين. راه كلشي قلتو الرشيد، راه كلشي قلتو الرشيد. الله يرحم لكم بها الوالدين. السعودي ما عندي مع انا حتى شي علاقه، انا مجرد كنطلب فيه. الله يرحم لكم بها الوالدين، الله يرحم لكم بها الوالدين. راك تقول واحد راس غنمشي للطالير وغادي نفرف.